في حادثة غريبة وغير مألوفة تماماً، حدث ما لم يكن أحد يتخيله أو يصدقه على متن طائرة ركاب. تخيل أنك في رحلة هادئة وفجأة وبدون سابق إنذار يعرض فيلم إباحي على الشاشات أمام الجميع، بما في ذلك العائلات والأطفال. هذا ليس مشهداً من فيلم كوميدي، بل حقيقة وقعت على متن رحلة طيران تابعة لشركة كانتاس الأسترالية، ما أثار دهشة وصدمة الركاب. شركة الطيران لم تتأخر في تقديم اعتذار رسمي، موضحة أن ما حدث كان نتيجة لخطأ تقني غريب. البيان الرسمي الصادر عن الشركة أكد على أسفها البالغ لما حدث، خاصة تجاه كبار السن والأطفال الذين كانوا على متن الرحلة. لكن الغرابة لم تنته هنا، الركاب لم يقتصروا على الغضب والصدمة، بل قدم العديد منهم شكاوى رسمية ضد شركة الطيران، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من إيقاف الفيلم أو حتى تغييره، ما جعلهم عالقين أمام هذا الموقف المحرج وغير المتوقع.